مشهوره بيها. طيب خلينا ننتقل لنقطه تانية. حضرتك كنت ذكرت من شويه منتدى شباب العالم طبعا. واللي كان في نوفمبر اللي فات، وان شاء الله يوم 3 نوفمبر من 2 ل 6 نوفمبر اللي جاي ان شاء الله هنتابع مع بعض فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم. استعدادات كتيرة جدا في مدينة شرم الشيخ، كانت بقالها فترة طويلة، وفود شبابية من كل دول العالم، حاجة الحقيقة مشرفة جدا جدا، وكان السنة اللي فاتت كنا مبسوطين بيه، والسنة دي اعتقد ان احنا في حاجات تانية كمان هنتفاجئ بيها وهتبقى احلى من السنة اللي فاتت. ده اللي احنا كنا يعني نفسنا نعمله وكنا موعودين بيه من السنة اللي فاتت، والنتائج طبعا من السنة اللي فاتت للسنة دي. تمام. خليني هنا أشير لحاجة مهمة جدا. بيبقى في ناس بتصنع الحدث وناس تشتغل على الحدث. بمعنى أن أنا عندي حدث كبير زي منتدى شباب العالم اللي صنعوا جهة ما أو كيان ما. هذا الكيان صنع الحدث، على الآخرين أن يتلقفوا هذا الحدث ويشتغلوا عليه. تمام. يعني أنا نفسي تكامل، نفسي في منتدى شباب العالم هذا العام اللي هيبدأ يوم 3 وينتهي يوم 6 إن شاء الله، إن شاء الله ويحضره الرئيس السيسي، أنا أتمنى على القائمين على المنتدى إن هم يعملوا كشف حساب. كشف حساب يبدأ من انتهاء فعاليات المنتدى اللي فات. مر سنة، أنا عايز أعرف وزارة السياحة استثمرت هذا الحدث إزاي؟ عايز اعرف وزاره الثقافه استثمرت هذا الحدث ازاي. أوكي. عايز اعرف وزاره الشباب والرياضه استثمرت هذا الحدث ازاي. عايز اعرف هيئه الاستعلامات استثمرت هذا الحدث ازاي. حضرتك بتصنعي حدث، بتعملي حلقه كويسه جدا، بتناقشي قضيه مهمه جدا، وانا دوري كصحفي ان انا اتناول ما تناقشت فيه بالتحليل، واحاول افيد به اكبر قطاع من الناس. انا عايز اشوف هذه القطاعات، السياحة والثقافة والشباب والرياضة وهيئة الاستعلامات، استثمروا حدث العام الماضي ازاي. وبالتأكيد ان شاء الله هنلاقي التوصيات اللي صدرت عن منتدى شباب العالم السنة اللي فاتت، هنلاقي التوصيات دي هيتكلموا فيها وهيقولوا ايه اللي تم تنفيذها، لان كان في توصيات مهمة جدا واعتقد ان هي تم تنفيذها. الفرق بين، شوفي بقى الطفرة اللي بتحصل بقى، منتدى شباب العالم السنة اللي فاتت ومنتدى شباب العالم هذا العام. سالفة كان مشارك 113 دولة، هذا العام 145 دولة بتشارك في المنتدى. السنة اللي فاتت كان في 3000 شاب، هذا العام في 5000 شاب. دي مؤشرات النجاح. شوفي التفاعل مع الحدث لما تم الإعلان عنه، التفاعل يعني النسبة غير العربية 77% من اللي تفاعلوا مع الحدث. 77% النسبة العربية 33%، ده بيعني ان هناك نجاح كبير جدا حققه منتدى شباب العالم العام الماضي. السنة دي فيه محاور مهمة جدا. طبعا محور الارهاب ده ثابت، وده اللي بيحرص عليه الرئيس بشكل عام في كله، وده الحدث اللي بيفرض نفسه في اي وقت. الكلام الحديث عن السلام، الحديث عن النهوض بالامم وبالدول بعد احداث معينة، قد يعني دمار حصل في دول، واحنا في اشد الحاجة لهذا المحور في التوقيت الحالي. المساعدات الإنسانية اللي بتيجي من الدول لهذه الدول المنكوبة في التوقيت الحالي. وهناك ورش شغالة بقالها فترة، وورش هتشتغل كتير جدا، وهناك سباق فني برضو، نتكلم عن الفن ودور الفن، هناك ورش فنية، وهناك يعني في عدد كبير جدا من الشباب حاول يقدم إبداعه الفني. أنا واثق، السنة اللي فاتت كنا بنتفرج، أنا كنت بتفرج من الشاشة، ما فيش لحظة ملل حسيت بيها. صحيح. يبدو الاهتمام بالتفاصيل عند القائمين على منتدى شباب العالم مهم جدا. لا تحس بملل، وبعدين كل دقيقة، يعني الافتتاح اتأخر السنة اللي فاتت حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة. الربع ساعة أو تلت ساعة ما حدش حس بيها، لأن الحاجات اللي كانوا بيعملوها تنظيم والقبة اللي كانت معمولة وحاجة حاجة مبهرة جدا، تحسي انك مش عايزة تفوتي لحظة. انا الحقيقة اعتقد السنة دي هنلاقي ابهار اكتر. ما هو ده انا بتكلم فيه. انا سعيدة كمان بكذا نقطة، غير يعني انا سعيدة بنقطة تبادل ثقافي وحضاري بين الشباب، دي حاجة يمكن يعني انا
لفت نظري جدا في منتدى شباب العالم، لان دي اللي احنا بقى محتاجينها. انا محتاجه اعرف الناس خبراتي وثقافاتي واعرف حاجات ممكن استفيد منها هنا في عملي وفي شغلي، محتاجه الناس دي اعرف هم بيفكروا ازاي، نجح في النقطه دي ازاي، طب انا نجحت في النقطه دي ازاي اقولها له، محتاجه تواصل علشان اغير شكل، يعني اغير شكل التلقي المباشر ده اللي هو اعمل كذا ما تعملش كذا، افكار صحيح. كتيره، تبادل افكار، ممكن انا اقول لك فكره انت تقول لي فكره، يبقى يعني نبقى نستفيد من خبرات بعض. دي يمكن نقطه لفت نظري جدا في ده، لان وبعدين احنا بنتكلم في ايه، في ثقافات مختلفه تماما، يعني علم كتير جدا، يعني بحث كتير جدا، يعني اسئله كتير جدا. التواجد الافريقي في المؤتمر، فاكره الشاب اللي وقف السنه اللي فاتت وقال للرئيس احنا عايزين المؤتمر ده كل شهر، وشاب تاني قال احنا عايزين المؤتمر ده او المنتدى ده كل 6 شهور. فيمكن ده اللي خلى الرئيس حريص انه يكون المنتدى في ميعاده. بالظبط. كمان نموذج المحاكاه اللي اتعمل على الاتحاد الافريقي هنا من فتره، وحضر الرئيس برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ضمن توصياته انه يتعمل في منتدى شباب العالم. لذلك هنلاقي التواجد الافريقي موجود في منتدى شباب العالم اكتر، ويمكن الشباب بيطرح افكار مبهره جدا. بالزبط. وكمان يعني اكيد هنلاقي زعماء افارقه موجودين بيطرح افكار مهمه جدا وجميله جدا. حتى الشباب عنده حلم الوحده، حتى الشباب عنده حلم التقارب الثقافي، حتى الشباب والله عنده احنا حلم كان عندنا حلم نسمع بعض، يعني كلمه ان احنا بقينا نسمع بعض بشكل مباشر دي كانت بعيده جدا، كانت بعيده ان انا اسمع مسؤول والمسؤول يرد عليا كده مباشره، او اسمع حد من بلد تاني ويرد عليا واتبادل معاه، اسمع رئيسي واتناقش معاه بقول له ايه اللي مضايقني وبيرد، يعني دي حاجات كانت بالنسبه لنا استاذ بشير بعيده، كانت احلام، يعني مين اللي كان يتخيل ان احنا ممكن نقعد ونسمع الرئيس ونقول له انا مشكلتي كذا وهو يقول لا كذا ويحل، يعني دي كانت بالنسبه لنا حاجات خياليه. يعني انا اتمنى كمان حاجه، انا اتمنى الدائره توسع اكتر بالنسبه للشباب. طبعا. يعني انا مش عايز شاب مصري يتحرم من انه يحضر فعاليه زي دي او يساهم في فعاليه زي دي. هو احنا انتباهنا لشبابنا عمل مهم جدا على فكره يا استاذه مها، مش هم دول الشباب اللي سبناهم لمنظمات خارجيه كانوا بيعملوا منتديات بره، وده الشباب اللي سبناه لمنظمات او تحت عنوان المنظمات الحقوقيه. بالظبط. سبناهم ده الشباب اللي اهتم بيه زعماء العالم، وكانوا بيقابلوا زعماء العالم قبل 25 يناير. صح، وكانوا بيحضروا في صربيا وبيحضروا في امريكا وبيحضروا ما اعرفش في قوتك في بريطانيا البشريه شبابك ومستقبلك وقوتك البشريه كان بيتم العبث بعقله طول السنين اللي فاتت. عشان الناس اللي بتسال يعني السؤال اللي هو السطحي جدا هو احنا بنعمل ايه في المؤتمر، لا احنا بنعمل حاجه مهمه جدا، احنا يعني قوتك البشريه اكتر من 60% كانت بتستقطب بمنتهى الصراحه. لا ده كان بيتم حشو ادمغتهم. ازاي يسقطوا الدول؟ بالظبط. ازاي يسقطوا الانظمه؟ انا هنا بجيب شباب العالم كله بقول له تعالى تحاور وتناقش، احنا دعوتنا للسلام. صحيح. ندعو للسلام ازاي؟ وهنتابع طبعا المنتدى وهنتابع الفعاليات والجلسات، وهنبقى مع حضراتكم لحظه بلحظه للمناقشه والتحليل والتواصل ايضا اللي هو دورنا.